في الفيديو ده يا جماعة هنعرف أسعار بعض أنواع البطاطس، وهنعرف إيه اللي ينفع للآلية وإيه اللي ينفع للطبخ. طبعا تكلفة زرع البطاطس السنة دي كانت عالية، يعني إن السماد سعره غالي، تمام، والرش سعره غالي، والتقاوي غالية، وإيجار غالي، تمام، فيعتبر السعر غير مرضي للفلاح شوية. بس بالنسبة للسنوات الماضية يعتبر السعر معقول شوية، لأن برضو كان أسعار السنوات الماضية رخيصة جدا، لأن في سنة كان الطن بيطلع من الأرض كان بيطلع ب 500 جنيه و600 جنيه، في بدايته كان بيطلع ب 1000، بعد كده ابتدى يطلع ب 500 و600 جنيه للطن. فسعر السنة دي يعتبر ان هو معقول شوية. ربنا يرزق المزارعين جميعا، لان هم طبعا اللي شجانين وتعبانين في الارض علشان يلاقوا لكم تعيش ويوفروا لنا الخضر. الاسعار يا جماعه والانواع، بطاطس السلانه يا جماعه 3000 جنيه للطن، يعني سعر الكيلو 3 جنيه. السلانه دي حلوه في التحمير. ابيس، نوع اسمه ابيس، 3000 جنيه للطن، يعني سعر الكيلو برضو 3 جنيه. في نوع اسمه بامبا 2500 جنيه للطن، يعني سعر الكيلو 2 جنيه ونص. نوع اخر اسمه نوالا، اللي انتوا شفتوه قدامكم ده، تمام، بطاطس نوالا دي غالية شوية طبعا، يبدأ فيها الطن من 4000 جنيه للطن الى 4750 جنيه للطن، يعني سعر الكيلو في الجملة يتراوح بين 4 جنيه الى 5 جنيه. الكرة يا جماعة، الكارة يا جماعة زي ما قلنا 3250 الى 3500 جنيه للطن. الكارة دي طبعا للتحمير. في بقى انواع اخرى، في السلانة دي حلوة جدا في التحمير، دي قلناها. في الاسبونتا برضو للتحمير حلوة، انما للطبيخ بقى البوتفور وبرما وصفية دي حلوة في الطبيخ، وتنفع برضو للآلية. هي البطاطس عامة كلها بتنفع للآلية، بس اللي هي افضل انواع اللي هي الكارة، سلانة، اسبونتا، والبطاطس الشيبس برضو، ده كله للتحمير والآلية. انما البوتفور وبرما وصفية دي في الطبيخ. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في متابع جديد ما تنساش يشترك في القناة.